التظاهرات المتواصلة في شهر السكري، نظم الهلال الأحمر بمنزل تميم حملة لتقصي مرض السكري. عيادات مجانية تم توفيرها للمواطنين ساهمت في الكشف عن بعض المصابين بهذا المرض. تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للسكري وفي إطار شهر السكري، نظم الهلال الأحمر على مدى 4 أيام حملة لتقصي هذا المرض. اليوم الختامي الرابع لهذه الحملة بدأ ذا نسق مرتفع لتنتصب طوابير المواطنين أمام خيام الجهات المشاركة في هذه التظاهرة الصحية للتقصي والمتابعة والإرشاد. في 3 أيام اللي عملناها مذومة عملنا تقريبا 900 شخص، هنا 900 شخص بالمدارس، مدارس ابتدائية، المعاهد، بعض المعامل، وان شاء الله في الجمعه الجايه عندنا بعض المعامل برا باش نخدموا البر. فيه نسبه عاليه من السكر، برشا عباد ما يعرفوش اللي استهلاك الخبز بكميه كبيره يؤدي الى مرض السكري ويؤدي كذلك الى ارتفاع نسبه السكر في الدم. نجموا احنا نعوضوه مثلا السكري بالاسمر، الخبز الاسمر، نخيله، قمح، كشكاره، شعير. عمليات كان صداها طيبا لدى المواطنين. شوف بدنه، شوف حالته، الحمد لله رب العالمين. بالنسبه لي انا سكر مريقل 0.93، دم 12.6، وعلى كل حال بارك الله فيه. الواحد يراه هكا يجي يشوف، يقيس الدم، يقيس السكر، ياخذ فكره اش يعمل اش ما يعملش. مثلا اذا كان عنده لا يقدر حاجه يعمل سبور، يعرف روحه اش ياكل. هذا وقد اظهرت عمليه التقصي هذه اصابه فرد على 10 بداء السكري دون التفطن اليه، اصابات ارجعها اهل الذكر الى قله الحركه والتغذيه غير السليمه. في الأحيان الآن